نصيحة أخيرة. لابد أن نجتمع. كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. نتناصح فيما بيننا. هذا يخطئ أنا أنصحه. هذا يقصر في الصلاة لا يأتي، نقول لماذا لا تأتي للصلاة يا أخي لازم تأتي. لابد يزيد عدد المسلمين. نبحث عن المسلمين ونأتي بهم للصلوات، نجتمع لابد في الصلوات. المريض مثلا الفقير نعينه. لابد أن نكون أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي بعث بها الاجتماع للافتراق، لا نريد نفترق. لابد نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نطبق السنة. نعم، إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو قولي. وقال إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بقولي. نحب الإمام الشافعي رحمه الله ونقول أنه إمام من أئمة الإسلام. وهو رحمه الله أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نرضى لأحد أن يتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. يومي في شركة في سنة الفردوس.